da kauran namu da muna da Ammaru Hassan Hussein. Ammar Hassan Hussein fali tafaddal bi riwayati Hassan al-Asim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بفضلها كريم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل لا أقول فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما والذين كفروا بآياتنا يمسهم العذاب بما والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع
هل يستويان مثلا أفلا تتفكرون؟ هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أسئلة التجويد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أرسلنا ظهرنا ولا في إيه؟ جيد. نوحا إلى قومه إني المد الصلة طويلة. جيد. إني لكم نذير الإلغام ناقص. جيد. مبين المد العالي للسكون. ألا تعبدوا إلا الله. تعبدوا إلا المد الجائز المنفصل. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. المد العالي للسكون. بارك الله فيكم.